السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال مع كتاب مناظرة القائلين بخلق القرآن، واليوم مع مناظرة ابن الشحام رحمة الله عليه، وهو قاضي الري ناظر الواثق في هذه المسألة. كان ابن الشحام قاضي الري قد سمع بأن الواثق قال ببدعة خلق القرآن، فاصطحب محمد ابن الرازي ورحلا إلى دار الخلافة، فاستأذن على الأمير فأذن له. قال ابن الرازي: فلم يزل يدخل من دهليز إلى دهليز حتى دخلنا إلى الصحن، فإذا جماعة يتناظرون وقد علت أصواتهم في الدار، حتى وافى إلى القوم فسلم عليهم ثم جلس، فجعل إذا نظر إليهم أطرقوا إلى الأرض وتشاغلوا بالكلام، وإذا أطرق إلى الأرض نظروا إليه، فنحن هكذا حتى شيل الستر، فإذا بأمير المؤمنين جالس فسلمنا عليه ثم أمرنا بالجلوس، ولم يزل القوم يتكلمون فيما جئنا فيه، يعني في قضية القرآن مخلوق ولا لا ولا كذا. ثم أقبل أمير المؤمنين فقال لابن الشحام: من الرجل؟ فقال: عامل من عمالك قاضي الري، أعرف بابن الشحام. فقال: حاجة عندك؟ حاجة تريدها مني؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، جئت قاصدا من الري إلى أمير المؤمنين أسأله عن شيء تحدث الناس به وأسمعه منه، وهي مسألة. قال له: قل ما شئت. فقال: يا أمير المؤمنين، على شريطة ألا يكون المجيب لي غير أمير المؤمنين ولا يعارض في المسألة أحد، فقال: ذلك لك. قلت: يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجل كان له بيت يدخله في حوائجه وهو يحفظ القرآن، فجرت منه يمين ألا يدخل البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة فدخل إلى ذلك البيت، طلقت امرأته أم لا؟ يعني حلف يمين أنه مرته تطلق إذا دخل البيت مخلوق غيره. فضج أهل المجلس وقالوا: يا أمير المؤمنين، مسألة حيلة. فقال ابن الشحام: يا أمير المؤمنين، ليس هكذا، وعدتني ألا يجيبني غيرك ولا يعارضني في المسألة فأسكتهم، ثم قال: كيف حلف؟ قال: رجل كان له بيت وكان يحفظ القرآن، فحلف بالطلاق ثلاثا أنه لا يدخل ذلك البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة، يعني احتاج شيئا في البيت، فدخل البيت، طلقت امرأته أم لا؟ قال الأمير: لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طلقت مرتين أو ثلاث. قال ابن الرازي: ثم ألقي الستر فيما بيننا وبينه، ثم وثب القاضي واعتمد على يدي، فقلت: ليته ترك يدي من يده، ولا أحسبه إلا قاتلي. فلما صرنا في آخر الصحن عرض لنا خادم ومعه فراش على كتفه بدرة، وهي يعني كيس فيه 1,000 أو 10,000. فقال: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاؤه يقرأ عليك السلام ويقول لك: استعن بهذه في مصلحتك ولا تخلي مجلسنا من حضورك. فخلاصة هذه المناظرة وهي يسيرة، قال له: أنا إذا قلت لن يدخل البيت مخلوق غيري وأنا حافظ القرآن، إذا القرآن ليس مخلوقا. ونقرأ أيضا في هذا الدرس مناظرة العباس بن موسى بن مشكوية رحمة الله عليه، قال: أدخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، فأقبل بالمسألة علي من بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجل مروع ولا عهد لي بكلام الخلفاء من قبلك. فقال: يعني أنا خايف، ترى ما عمر كلمت خليفة وأنت يعني خايف الآن، ما رح أحسن الجواب. فقال: لا ترع ولا بأس عليك، ما تقول في القرآن؟ فقلت: كلام الله غير مخلوق. قال: أشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقك. قال: فقلت: إنك إن تضرب عنقي فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله، فتثبت علي يا أمير المؤمنين، فإما أن أكون عالما فتثبت حجتي، وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمني، لأنك أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه. طبعا خليفة الله في أرضه نبهت عليها سابقا. فقال: أما تقرأ إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا؟ ويريد طبعا أن الله خلق كل شيء، والقرآن شيء كالحجة السابقة التي قلت: يا أمير المؤمنين،
الكلية يعني لفظة كل في كتاب الله خاص أم عام؟ قال عام. قلت لا بل خاص. قال الله عز وجل وأوتيت من كل شيء. فهل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟ يعني هذه بلقيس أوتيت من كل شيء هكذا قال، لم تؤت كل شيء لأنها لم تؤت ملك سليمان. فحذفني بعمود كان بين يديه ثم قال أخرجوه فاضربوا عنقه. فأخرجت إلى قبة قريبة منه فشد عليها كتافي فناديت يا أمير المؤمنين إنك ضارب عنقي وأنا متقدمك، يعني أنا سأسبقك إلى الله سبحانه وتعالى. فاستعد للمسألة جوابا. فقال أخرجوا هذا الزنديق وضعوه في أضيق المحابس. فأخرجت إلى دار العامة فإذا أنا بابن أبي دؤاد يناظر الناس على خلق القرآن، فلما نظر إلي قال يا خرمي. قلت أنت والذين معك وهم شيعة الدجال، يعني أنت الخرمي ومن معك شيعة الدجال. فحبسني في سجن في بغداد ببغداد يقال له المطبق. فأرسل إلي جماعة من العلماء رقعة يشجعوني ويثبتوني على ما أنا عليه. فقرأت ما فيها فإذا فيها عليك بالعلم واهجر كل مبتدع وكل غاو إلى الأهواء ميالي، ولا تميلن يا هذا إلى بدع يضل أصحابها بالقيل والقال. إن القرآن كلام الله أنزله، ليس القرآن بمخلوق ولا بالي، لو أنه كان مخلوقا لصيره ريب الزمان إلى موت وإبطال. وكيف يبطل ما لا شيء يبطله، أم كيف يبلى كلام الخالق العالي؟ وهل يضيف كلام الله من أحد إلى البلا غير ضلال وجهال؟ فلا تقل بالذي قالوا وإن سفهوا وأوثقوك بأقياد وأغلال. ألم تر العالم الصبار حيث بلي بالسوط هل زال عن حال إلى حال؟ فاصبر على كل ما يأتي الزمان به، فالصبر سرباله من خير سربال. يا صاحب السجن فكر فيما تحبسه، أقاتل هو أم عون لقتال؟ أم هل أتيت به رأسا لرافضة هل يرى الخروج لهم جهلا على الوالي؟ أم هل أصيب على خمر ومعزفة يصرف الكأس فيها كل ضلال؟ ما هكذا هو بل لكنه ورع عف عفيف عن الأعراض والمال. قال ثم ذكرني بعد أيام وأخرجني من السجن وأوقفني بين يديه وقال عساك مقيما على الكلام الذي كنت سمعته منك. فقلت والله يا أمير المؤمنين إني لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليلي ونهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني. قال أراك مستمسكا. قلت ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة. فقال لي وما السنة والجماعة؟ سألت عنها العلماء فكل يخبر ويقول إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة أن يقول العبد مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاءت به الأنبياء والرسل، ويشهد العبد على ما ظهر من لسانه وعقد عليه قلبه، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله، ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الله عز وجل قد علم من خلقه ما هم فاعلون وما هم إليه صائرون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر، وصلاة المكتوبة من غير أن تقدم وقتا أو تؤخر وقتا، وأن نشهد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بالجنة، والحب والبغض لله وفي الله، وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة، والمسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، والتقصير في السفر يعني قصر الصلاة في السفر إذا سافر 16 فرسخا بالهاشمي 48 ميلا، وتقديم الإفطار وتأخير السحور، وتركيب اليمين على الشمال في الصلاة، والجهر بآمين، وإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم، والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث
والنشور وعذاب القبر ومنكر ونكير والصراط والميزان، وأن الله عز وجل يخرج أهل الكبائر من هذه الأمة من النار، وأنه لا يخلد فيها إلا مشرك، وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل بأبصارهم، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه عما يشركون. قال: فلما سمع هذا مني أمر بي، فقال علي 4 أضراس، قال: أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا. فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة، فأخبرته، فقال: لا نسي الله لك هذا المقام حيث تقف بين يديه. ثم قال: ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا ونعلمه أهلنا وأولادنا. ثم التفت إلى ابنه صالح فقال: اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته، إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة. انتهت، والحمد لله. وسنشرع بإذن الله في الدرس القادم مناظرة ابن قدامة رحمة الله عليه، وهذه المناظرة التي كسر بها الأشعرية وفاضح مذهبهم على الملأ. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك بالتأني وأعط دون مني، وسر نحو الثريا بسير مطمئن، بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن، وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني.